الحاصلات والمنتجات الزراعية المصرية وإنه في دول منعت استيرادها. تابعنا مع حضراتكم الفترة اللي فاتت إزاي الجرايد، إزاي الصحافة والإعلام والمواطن كان مهتم إن هو يعرف تفاصيلها، كان مهتم إن هو يعرف تطوراتها، وخاصة المنتجات اللي إحنا بنصدرها لروسيا واللي بتوصل لمثل 350 مليون دولار. امبارح الشروق كانت بتتكلم إن الوفد المصري اللي راح زار موسكو امبارح، وفدنا المصري تعامل مع كل الملاحظات الروسية بمنتهى الجدية وبمنتهى الشفافية، زي ما الشروق كده كاتبة بتقول بمبدأ الزبون على حق. والخبر المهم حسب صحيفة كمان الوفد بكرة انه هيتم استئناف الصادرات الزراعية المصرية خلال ايام لروسيا، وده بعد ما روسيا وافقت انها تشيل القيود المؤقتة اللي فرضتها على منتجاتنا. ويعني طبعا ده يخلينا نرجع مرة تانية لما كنا بنتكلم على انه التعامل مع الموضوع ده كان في تعامل برضو جانب سياسي. ادي الاخبار وادي تطورات الخبر ده بتؤكد ده، بتؤكد انه جانب من ده كان تعامل سياسي. وده يخلينا نقول انه اهتمامنا وان احنا نبعت وفد مصري علشان خاطر يناقش ويشوف ايه اللي بيحصل في موسكو ويشوف الملاحظات، ان ده كان في محله، ده كان في محله ونجح، بدليل انه تاني يوم انت بتسمع عن قرار بيتكلم على استئناف الصادرات المصرية لروسيا.